فيك يا اختي يا حلوه يا حلوه. خطوه عزيزه يا عزيزه. ازيك يا معلمه سكينه؟ ازيك يا اختي. ازيك يا عزيزه؟ وسيدي عماد ليكي وحشه. انت يا اختي ايه اللي حدثك بس علينا النهارده؟ يكاتك ايه يا سكينه؟ مش طبطتي يا بنت الخمره اللي بتاخديها بالنهارده؟ هي انا اللي قلت لها فوتي. رحتي يا اختي الصاغه جبتي ايه؟ ما جبتش حاجه. ايوه ما فيش حاجه يا اختي عجبتك خالص. انا بعد ما سبتك رحت للسايخ لقيته في مصلحه بره الدكان وهيرجع قرب المغربيه، قلت في عقل بالي نيجي نستنوا عندك شويه. يا اختي كنت استنيتي في الدكان احسن لي. غربت اصلها يا اختي، خايفه عليكي من المروح والمجي قلبها عليكي. احنا دلوقتي هنشيعه ونجيبه اكل ونجيبه شرب ونعمله معاكي احلى واجب. يلا يا اختي يلا يلا. روحي لعبد الرازق شوفيه قولي له ان انا عايزاه. عبد الرازق؟ اني ما نعرفوش حد بيشتغل وياكوا اسمه عبد الرازق. ده مستجد هنا، جه بعد ما مشيتي يا اختي. طب روحي قولي له يجيب الزبائن ويجي على هنا. ما هم هيجوا على هنا، هو في مطرح تاني ينفع غير هنا؟ ايوه عليك يا عزيزه بنتي مرزقه، ده احنا رايح جايلنا زباين بيموتوا في الانس والفرفشه وطلبهم واحده بترقص. شفتي النصيب؟ تعالي يا اختي تعالي يا تعالي. ايه رايحه على فين؟ رايحه عند كرياكو ناخد كافيه. انا طب والشغل؟ شغل شغل يا ابو شغل. طب هو فين عبد الرازق؟ انا هنقوم بقى. يا هو ما تقعدي على حيلك يا وليه، مستعجله على ايه يا اختي؟ لا شفنا اكل ولا شفنا شرب ولا حتى الزباين اللي قلتي عليهم جت. ما تصبري على رزقك، زمانهم جايين باين عايزين يعملوها سهره. سهره؟ لا يا اختي انا عايزه نلحقوا سايق قبل ما يسك. ما تستني لبكره، هي الساعه هتطير. اصل انت مش عارفه انا كنت متفقه معاه نشتروا منه جوز غواشات ونديله الكردان ده. يا حلوه يا حلوه. وندفع له حاجه كل ما يكون معانا فلوس وما نستلموش الا بنسدده تمنها. هو انت كنت ناويه تدفعي له كام النهارده؟ 3 ريال. وخايفه يا اختي نصرف الفلوس اللي معانا يقوم هو يبيع الغواشات او يضرب عوافي على الفلوس اللي خدها مني. اصلاني كان غرضي تستني لبكره. يعني هو بكره يفرق ايه عن النهارده؟ وبدل ما تدفعي له 3 ريال تدفعي له 4 يمكن اكتر. ومنين ده كله؟ من الزباين. انت مش هترقصي لهم وتفرفشيهم؟ خلاص يدفع. هيتاخروا؟ ما يتاخروا، كله بتمن. لا يا اختي احنا كده مش هنعرفوا نروحوا. باتي هنا. فين؟ هنا هنا وبراحتك. باتي هنا باتي، مش على الهواكي المطرح نودوكي مطرح تاني. باتي مع البت بديع واني وهي حسب الله نباتوا هنا. انا عايزه راحتك. اشربي 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 يا عزيزه. الله 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 الله. اشربي اشربي. عبد الرازق الزباين ما جوش معاك ليه يا عبد الرازق؟ هم جايين ورايا، انا سبقتهم عشان نأمنوا على العروسة. ما تقعد تاخد لك كام؟ واحنا قعدنا خلاص. احسن حاجة مين الجدع ده؟ المعلم عبد الرازق على سنه روم. عبد الرازق هو ده هيجيب الزباين؟ لا ده بقى اللي بيجيب الكحل من العين. يا عزيزه ما تقومي ترقصنا شويه ولا احنا يعني مش وش فرفشه. لا لا ما تقولش كده خالص، ده انت مقامك كبير عندي قوي يا ابو. استنى هقوم دلوقتي.
حاجة. ما تقومي يا سكين، قومي يا اختي هات الطبلة وتقل. قومي يا عبد العال هاتها انت، استناني مش قادرة نقوم. لا خليك انت يا عبد العال، ثاني هنجيب الطبلة وندق ال. يا راضي معايا يا خير يا شاويش. صنوق ما تمشيش، استنى انا رايحه وراجعه على طول. رايحه فين؟ هنوصل لحد البيت وراجع. اياك ترغي مع الراجل، انت فاهمه؟ هو الجدع اللي بيجي كل يوم ينور الفوانيس ما جاش ينور الفانوس ده الليله دي ليه؟ مصدق يا بيت ده يا اخويا، لولا القهوه اللي على الامه ما كانش حد عرف يمشي في الشارع. الحمد لله دي حاره احرار ما فيهاش واغش بعيد عنكم. امسك يا اخويا، خد اللي قمتين دول اتعشب. تسلم ايديك يا ست الكل يا كريمه. مطرح ما يسر يمري بالهنا والشفا، فوتك بعافيه. الله يعافيك. تحب اوصلكم لغايه امه الحاره؟ لا لا، ده الدنيا وانا سوي حلو اهو، كتر خير. طيب سلام عليكم. ها يلا. مش انت قلت لخالتي ما تلبيش معاه؟ بس هي رغت معاه. رغتي معاه؟ يا قلبك يا رايق. الله، امال فين جوزك يا سكين؟ انا كنت فاهم انه معاكم. لا ده رجع بعد الفجر يجيب حبه ونمله يجي ساعه، وبعد كده نزل على شغل. المهم قطعه كام المره دي؟ 18 جنيه وريال. على النعمه الراجل ده بيقسم معانا كلنا كده النص بالنص. والهدوم هتبقى من نصيب مين النبالي؟ وبعدالك يا عباس، واحنا هنتحاسبوا كده قدام الناس زي انتوا رصابنا؟ تعالوا روحوا اي حته كده درع. لا 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 لا، روح انت رايق دلوقتي. لا يا معلم، انا مش هنتنقلوا من هنا لما ناخدوا حقي انا وعبد العال. احنا رايحين نعطوا على بعض ولا ايه يا سكينه؟ الله، انت مش مأمنانا ليه؟ هو احنا لا سمح الله هناكلوا حقك ولا هناكلوا حقك؟ ده يا اخويا الخايله الكدابه دي، ما دام الفلوس جاهزه يبقى كل حاجه ياخد حقه، وخالتي وخالتك وتفرقوا الخالات. ايه يا بنتي يا زكيه؟ خير؟ ملعونة وستين ملعونة، حدوتة كل الحواجين، حدوتة بالخوف مرهونة، والدم
وسيره العفاريت ملعونا دنيا ودين في ضمير البني ادمين مص الدم المساكين المسعوره المجنونه ملعونه ملعونه ملعونه, ملعونة.